أهلا بك فيليبو غراندي، هذا الحوار سيكون دون أي حذف، سنتحدث لعشرين دقيقة والمشاهدون سيتابعون ما نقوله حرفيا دون أي مونتاج. رائع. إذن دعني أبدأ بالقول، هل ما زالت أوروبا تواجه أزمة اللجوء؟ هل كان هناك أصلا أزمة؟ تعرف أني أتفهم لماذا يجب أن يكون المرء حذرا عند تناول هذه القضايا، ولكن بصراحة حين تنظر إلى الأرقام، دعنا ننظر إلى أرقامنا، اللاجئون والنازحون يشكلون نحو 70 مليون شخص حول العالم، 85-90% منهم خارج أوروبا وأمريكا وأستراليا، إنهم موجودون في الدول الفقيرة أو متوسطة الدخل، إذن هنا تكمن الأزمة. الآن بالطبع رأينا أناساً يصلون أوروبا في مرحلة ما بأرقام كبيرة، كان هذا وضعاً دقيقاً وحرجاً، لم يتم التعامل معه بشكل جيد، مما زاد بحدة الأزمة التي تم تسييسها كذلك بشكل لا يمكن التراجع عنه. السياسيون بشكل مؤكد رأوها أزمة وتعاملوا معها كأزمة، وبالنسبة لبعض السياسيين أصبحت أزمة لهم، بمن فيهم أنجيلا ميركل وألمانيا. المشكلة هي بالتأكيد أن لا ألوم ميركل التي فعلت برأيي الشيء الصحيح وأظهرت أن أوروبا ما زالت تعلي من قيمة التضامن، ولكن المشكلة معها كانت عندما أدلت بتصريحها الشهير أن السوريين مرحب بهم في ألمانيا، ودعنا لا ننسى أن السوريين كانوا يفرون من حرب وحشية في ذلك الوقت. عندما قامت بهذا التصريح بقية أوروبا لم تلحق بها ولم تشارك هذه المسؤولية مع ألمانيا، تركت لوحدها، وهذه كانت المشكلة. والرسالة التي يبدو أنها وصلت للسياسيين هي أن أنجيلا ميركل تمادت في هذه المخاطرة واستقبلت مليون لاجئ أو مهاجر أو أيا كانوا، كانت أقوى زعماء أوروبا، وهذا دمر مسيرتها السياسية لحد كبير. هذه كانت الرسالة إلى سائر أوروبا كذلك، بكلمات أخرى نحن لن نفعل ذلك. بالتأكيد أعتقد أني لن أتفق هنا، مع أن هذا الإخفاق يعزى إليها في حين أنه يجب أن يعزى لعجز أوروبا عن التعامل مع هذه القضايا. النقطة التي أنطلق منها هي أن أوروبا يجب أن تتعامل مع هذه المسألة، أولاً لأن أوروبا عليها واجب استقبال الهاربين من الحرب والاضطهاد، ولذا فهذا ليس خياراً في رأيي بل قيمة أوروبية، هذا التزام أوروبي أيضاً وفقاً للقانون الدولي، لكن بفعل ذلك يجب على أوروبا أن تكون أكثر تنظيماً، وهنا نعود إلى التسييس. أصبح الوضع مسيساً لدرجة أن أي قارب صغير في المتوسط على متنه 20 شخصاً يتحول لحالة درامية أوروبية، أو في القناة الإنجليزية، أو في البحرية الملكية وقوات الجو الملكية والبرية. بالتأكيد لاحظت أن السباق في أوروبا اليوم هو بين من يقدم الأقل فيما يتعلق بقبول هؤلاء الأشخاص والتعامل مع مشكلتهم، وليس سباقاً بين من يعطي أكثر، إنه العكس تماماً، هذا غير معقول، إنه سباق أيضاً للقيام بأقل ما يمكن وإلقاء المسؤولية على عاتق الآخرين، لأن الوضع أصبح مضراً سياسياً، فذلك كما تعلم دائرة مفرغة لهذا الخطاب. لننظر إلى حجم المشكلة ثم ما يحدث في بعض الحلول الممكنة والاستجابات السياسية. الأرقام تراجعت كثيراً قياساً لعام 2015 عندما تصدت أنجيلا ميركل للوضع، الأعداد انخفضت إلى أدنى مستوياتها في البحر الأبيض المتوسط، وتراجعت أيضاً نسبة عابري المتوسط إلى إيطاليا 85% تقريباً، لكن العام الماضي 117 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر، غالبيتهم إلى إيطاليا وإسبانيا واليونان، 2000 شخص قضوا نحبهم في هذه العملية، وما زالت المشكلة كبيرة بلا حل. بالطبع إنها مشكلة كبيرة، لأنني لا أريد أن يساء فهمي عندما أقول إنها ليست أزمة، أقول إنها ليست أزمة مقارنة بما يواجهه لبنان أو بنغلاديش،
بموارد أقل بكثير من أوروبا وبأعداد أكبر بكثير كثير. إنها أزمة عندما تتعلق ولو بوفاة واحدة في البحر المتوسط، خاصة في أوروبا التي يقع عليها واجب إنقاذ هؤلاء الناس. لكن مرة أخرى، تعلمون، تنظيم عملية الإنقاذ والمشاركة بعمليات الإنزال وإصلاح نظام اللجوء لا يجب أن يكون التعامل معه من مسؤولية بلدان الاستقبال فقط، كما هو الآن في حالة اليونان وإيطاليا وإسبانيا. للقيام بهذا نحتاج إلى بعض التماسك، إلى العمل معا وإلغاء تسييس الظاهرة بأكملها. حسناً، لنلقي نظرة على ما لا يحدث. أثناء حديثنا الآن هناك في البحر سي-ووتش 3، إنها سفينة إنقاذ على متنها 50 مهاجراً. لم يسمح لها بالرسو في لامبيدوزا الإيطالية، الجزيرة الأقرب لسواحل ليبيا، وتتجه الآن إلى مالطا. لا ندري إن كانت مالطا ستستقبلها. لسان حال مالطا، نحن جزيرة صغيرة، يجب أن نستوعب الكثير. نحن عند خط المواجهة. ماذا يحدث لهؤلاء الناس؟ حسناً، لقد رأينا ذلك الآن في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية عدة حالات من هذا القبيل، آخرها القاربان اللذان كانا في البحر المتوسط خلال فترة عيد الميلاد. ظروف صعبة مدتها 3 أسابيع تقريباً. خلال 3 أسابيع 49 شخصاً، ونتحدث عن قارة تضم 500 مليون شخص، واحدة من أغنى مناطق العالم. فما هي المشكلة؟ في النهاية تم التوصل إلى حل. 7 أو 8 دول قررت تقاسم هذه المسؤولية. هذا أمر جيد، لأنني أتفق مع الإيطاليين واليونانيين ومع الإسبان. الآن لا ينبغي أن يستقبلهم بلد واحد جميعاً. نحتاج لنظام فعال، فبخلاف ذلك يصبح التفاوض في هذا المناخ صعب للغاية. وكان هذا حلاً خاصاً أيضاً. تماماً، وسيكون مخصصاً لهذا القارب فقط. يمكنني أن أراهنك. بدلاً من استراتيجية أو سياسة. حسناً، لنلقي نظرة على إحدى السياسات. عملية صوفيا كانت تمريناً بحرياً أوروبياً تسير دوريات في المتوسط. أنقذت نحو 50,000 شخص منذ عام 2015، وتتخذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر. عملية صوفيا التي يديرها الإيطاليون وتضم قوات بحرية من عدة دول أوروبية بما فيها ألمانيا، يبدو أنها حجمت ومن الممكن إنهاؤها. ماذا تقول عن ذلك؟ أنا قلق كما تعلم. عملية صوفيا ليست مجرد عملية التي سبق تحجيمها بالفعل العام الماضي. بالمناسبة، إنها بشكل عام آلية للإنقاذ في المتوسط. تعلم أن المنظمات غير الحكومية لعبت دوراً كبيراً في هذا، وتمت مهاجمتها علناً، وتم انتقادها وتحديد نطاق عملها. لقد اتهمت بتصعيد الموقف وتشجيع الاتجار بالبشر. وفي الواقع تقوم هذه المنظمات بعمل لا غنى عنه، بالاشتراك مع خفر السواحل الوطنية وسفن العملية صوفيا لإنقاذ الناس، الذين ليس وفقاً لقانون اللجوء أو الهجرة، بل وفقاً لقانون البحار القديم والذي يعود للقرن 17، علينا واجب تجاه هؤلاء الناس، وهو واجب عالمي. إنقاذ العالقين في محنة في البحر هو نوع من العمل الإنساني. يبدو أننا بدأنا بتقليص الموارد بدل السعي للحصول عليها متماسكة. الألمان أخبروننا أن سفنهم يرسلها الإيطاليون إلى المناطق التي لا يوجد فيها لاجئون. ما رأيناه كما قلت سابقاً وهو صحيح، هو انخفاض في أعداد الأشخاص الوافدين، انخفاض حاد في الواقع، لكن نسبة الذين يلقون حتفهم في تزايد نسبة لعدد أولئك الواصلين. عدد الوفيات قليل هذا العام. في الواقع بين عامي 2017 و2018 تضاعفت نسبة من نقدر أنهم فقدوا حياتهم، مما يعني أن عمليات الإنقاذ قلت. ولكن بترك كل اعتبار آخر جانباً، لأنني أدرك تماماً مدى تعقيد هذه المشكلة، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة بالنسبة لأوروبا. وأنا أتحدث هنا كأوروبي وليس فقط كمفوض سام للاجئين. لقد قلت إن هذه التحركات، تحركات المهاجرين واللاجئين، قلت وأقتبس كلماتك، يجب أن تدار بطريقة مبدئية وبراغماتية. هذا حسن، ولكن ماذا يعني عملياً؟ عملياً هذا يعني أن يكون لدينا نظام لجوء يعمل بشكل أفضل.
بداية مع توزيع أفضل للقادمين ليس فقط في عدد من البلدان، ثانيا مع نظام أكثر كفاءة وسرعة في الفصل بين اللاجئ وغير اللاجئ. قدمنا مقترحات لا تحصى إلى الاتحاد الأوروبي لاعتماد نظام أفضل. نحن الذين نشجع نظاما قويا للغاية مع ضمانات، وقلنا لهم يجب أن يكون فعالا، بخلاف ذلك يبقى الناس فترة طويلة فيفقدون التأثير والقيمة. ثم بالطبع الأمر صعب، يجب أن يكون لديك نظام بحيث يدخل هؤلاء الذين لا يتم الاعتراف بهم كلاجئين، يدخلون في إطار مسار مختلف، إنهم مهاجرون والهجرة مشروعة تماما، لكن لديها منطق آخر وديناميكية أخرى، وقد يعاد بعضهم إلى ديارهم، وهذا لا ينجح لعدم وجود اتفاقيات فاعلة بين الدول الأوروبية والدول التي يأتي منها هؤلاء الناس. الأمر معقد للغاية. أنا لا أقلل للحظة من مدى تعقيد الوضع، ولكن للقيام بذلك وبسبب التعقيد يجب أن تكون أوروبا موحدة، ولا وحدة لديها في الوقت الحالي. يعتقد الكثير من الناس أنه يصعب يوما بعد يوم في هذا العالم الحديث التمييز بين اللاجئ الذي تترتب التزامات قانونية للجوئه والمهاجر الاقتصادي الذي يريد فقط البحث عن حياة أفضل، والذي قد يشعر بعدم الأمان في البلد القادم منه أيضا، لكنه ليس لاجئا تماما وأمامه آفاق أفضل. لماذا نلومهم؟ لكن التمييز غير واضح ولم يعد ناجعا بعد الآن. أتفق مع جزء من هذا الجدل، وأوافق على أنه بات تحقيق هذا التمييز أصعب وأصعب. ليس لأن الناس لا يفرون لأسباب حقيقية، كلهم في الواقع، ولكن لأن هناك مجموعة متنوعة من الأسباب. خذ الفنزويليين مثلاً. كنت هناك في تشرين الأول أكتوبر، وكان الوضع مثيراً للاهتمام. تعرف أن الفنزويليين يغادرون بلادهم بأعداد هائلة. نقدر أن نحو 3 ملايين هاجروا في العامين الماضيين لأسباب تتراوح من عدم القدرة على تأمين الطعام لأطفالهم إلى الاضطهاد السياسي وكل ما بينهما. لذا أدرك أنه صعب، لكن حين تصدر حكما على هذه القضايا فإنك تتخطى جانب الحذر، لأن إعادة الناس إلى بلادهم قد يواجهون الخطر أو المجازفة بحياتهم، فهذا شأن لا يمكننا مواجهته. وهنا تحدد معايير الحماية الدولية. بعدها هناك أنواع مختلفة من الحماية الدولية التي يمكن تأمينها، كالحماية المؤقتة والحماية الإنسانية. وصفة اللجوء تعتبر الأكثر صلابة، لذلك أعتقد أن هذه الفروقات ما زالت صالحة ومهمة إذا أردنا الحفاظ على مؤسسة اللجوء. لكن يجب الاستثمار والمناقشة مجددا مع إجماع أوروبي على تطبيقها باستمرار. لكن إحدى سياسات أوروبا هي مد ليبيا بالأموال، ففيها العديد من المهاجرين واللاجئين الذين قدموا من أفريقيا للوصول إلى أوروبا عبر المتوسط، وذلك لوضعهم داخل مخيمات ولتمويل هذه المخيمات وإعادتهم إليها أحياناً إن علقوا في البحر. وكل ما قرأته عن تلك المخيمات في ليبيا أنها جحيم. أجل، كنت في تلك المخيمات. هل أنا على حق؟ لديك كل الحق. قلت مؤخراً، وقد تم نقل ما قلته وأريد أن أكرر ذلك، إذا كنت لاجئاً أو مهاجراً أو شخصاً كالموجودين في أحد هذه المخيمات، كنت لأقوم بأي مخاطرة للخروج منها، لأنهم يعلمون جيداً أن عبور البحر يهدد حياة الإنسان، ولأنهم في هذه المخيمات خطيرون ومخيفون ويذلون الناس، وهذا لا يمكن فهمه. اليوم علي أن أقول شيئاً. حين تعطي مالاً لليبيا، إن استثمر المجتمع الدولي في ليبيا فهذا ليس أمراً سيئاً. أولاً، إنه حل للصراع الذي يحتاج لوضع حد له، لأنه مصدر كل المشاكل الأخرى في ليبيا. ثم بالطبع إعادة بناء البلاد. المشكلة هي أن معظم الموارد يبدو أنها وضعت في جهة واحدة من المؤسسة الليبية، وهي خفر السواحل. لماذا؟ لأن خفر السواحل يمسك بالشواطئ، وهذا يخدم أهداف أوروبا للحد من الوافدين إليها.
تعلم هذا بحد ذاته أمر جيد لتعزيز خفر السواحل وإنقاذ الناس على طول السواحل. المشكلة هي إن لم تقم بتصويب الأمور كما تقول، فما سيجري هو أن الناس سيصلون إلى ليبيا فيعيدونهم إلى مراكز الاحتجاز، ثم علينا البدء مجدداً عملية محاولة الوصول إليهم لإخراجهم وإنقاذ بعضهم إلى آخره. كنت أتتبع أخبار 144 لاجئاً ومهاجراً أنقذتهم سفينة شحن، لكن تم نقلهم إلى مركز للاحتجاز في مصراتة شمال غربي ليبيا، وهناك قصص عن تلك المراكز تتحدث عن تعذيب واعتداءات جنسية وابتزاز وسخرة. أعني أن هذا بالطبع ليس سياسة أوروبا للهجرة. بالطبع لا، الصحيح أنه يجب النظر إلى المشكلة بواقعية. هناك عشرات الآلاف من الناس محتجزون في ليبيا، ومن الواضح لا يمكنهم جميعاً القدوم إلى أوروبا، هذا واضح. وتعلم عدد الذين يريدون العودة إلى بلادهم إن لم يحصلوا على لجوء. تعلم أن الناس الذين تنقلوا لأسباب اقتصادية أدركوا خطورة الأمر، إنهم يريدون العودة إلى بلادهم. اليوم بعد عام تقريباً، منظمة الهجرة الدولية وهي وكالة زميلة لنا بدأت تعمل هناك، تمكننا من تحقيق بعض التقدم. منظمة الهجرة الدولية تقوم بإعادة من يريد إلى بلاده، أما الذين لا يستطيعون العودة لأنهم لاجئون نساعدهم في الخروج من ليبيا، لكنهم ما زالوا جزءا من المجموع. على أي حال، إذا تمكننا من نشر هذا العمل سيكون مفيدا، لأنهم سيحصلون على حماية في ليبيا وأمانا خارج ليبيا بطريقة لا تعرضهم لتجار البشر ومخاطر عبور البحر. فلذلك نحتاج إلى المزيد من المساحة في ليبيا. المكان محدد، الكثير من مراكز الاحتجاز التي تتحدث عنها لا تديرها السلطات وإنما الميليشيات. تلك الميليشيات لا يمكن تصورها مجموعات سياسية كبيرة، إنها مجموعات إجرامية، عصابات تستفيد من كل أنواع التهريب، من بينهم البشر. هذه ليبيا حضرة المفوض، لكن 500 شخص طردوا من مركز لاستقبال اللاجئين قرب روما، وذلك من قبل الحكومة الإيطالية وليست ليبيا وليس شمال أفريقيا، في أوروبا قرب إحدى أعظم المدن الأوروبية. لا أرغب أن أكون محبطاً، لكن إن نظرت إليها أعتقد أن هذه القصص تجعلها إنسانية فعلاً. إنها تخبرك ما يحدث حقاً، ويصعب أن نكون متفائلين. ربما أقول شيئاً مختلفاً قليلاً. إنها تضفي طابعاً إنسانياً من خلال تسليط الضوء على كيف تجردت هذه السياسات من الإنسانية. ما حدث في إيطاليا هو نتيجة لقانون جديد للحكومة. اليوم قلنا في العلن، قلنا للحكومة إن هذا القانون لن يكون جيداً للناس إن كان موضوعاً لحمايتهم ومساعدتهم، وسيسبب المزيد من المشاكل، خاصة لناحية تقليل الدعم الذي يعطى للناس الراغبين باللجوء وإلى ما هنالك. إنه لن يسمح لهم بالوصول إلى هذه المراكز. الوضع قبل ذلك لم يكن مثالياً، إنه يحتاج للتحسين، لكن هذه خطوة للوراء وليست خطوة للأمام. اليوم وكالتك، وأعتقد أنه أحد العاملين فيها وليس أنت، قال على السياسيين إيقاف استخدام البشر لتسجيل نقاط سياسية. إنه قول لا بأس به، لكني أود أن أقترح عليك مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية والتي ستكون الهجرة في صلبها وستستهدفها الأحزاب الشعبوية، هذا تحديدا ما سيحدث، وستزداد الأمور سوءا قبل أن تتحسن. للأسف أتفق معك، لن أقلق إن تم التركيز على الهجرة، وهذا هام، إنها قضية عالمية تحتاج للمعالجة بشكل صحيح، لكن عليك أن تعالجها بجدية، ليس فقط للقيام بدعاية لمن تيأخذ 20 شخصاً القادمين على متن مركب، لأن هذا هو النقاش الدائر حول الهجرة، وهذا ما وصل إليه النقاش حول الهجرة. فبدلاً من أن يطال جذور الأسباب التي تدفع بالناس للانتقال، أسباب سياسية، نزاع، مشاكل اقتصادية، تغير المناخ،
المناخ وغير ذلك. هذا هو نوع النقاش حول الهجرة الذي يجب أن تقوم به أوروبا، لكنه لا يحدث. لذا كل ما علينا القيام به في هذه المرحلة هو أن نتمنى أن تنتهي هذه الانتخابات، ثم ندخل مرحلة جديدة يمكننا فيها استئناف هذا النقاش الجاد. أوروبا تستحقه، والأوروبيون يستحقونه، وملايين الناس الذين ينتقلون يستحقونه بالتأكيد. حسناً، نعلم أنه عليك المجيء والمغادرة. لديك انشغالات كثيرة، فيليبو غراندي. شكراً لوجودك معنا.